إيران تتعامل بمكيالين. يعني الإيرانيين إحنا هسه من نتحدث عن جارة حتى لا تفسر علينا إحنا نتهجم عليهم، ولكن هي اعتدت علينا، فمن اعتدى عليكم فاعتدي عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وأنا سأقول لإيران التي هي عودتنا على جبنها، أمريكا تقصف مواقع في إيران هم يقصفون أربيل، إسرائيل تقصف مواقع في إيران هم يقصفون أربيل. كان الأجدر بالإيرانيين إن كانوا رجالاً ينتقمون لعلماء الذرة مالتهم اللي اختالهم الشعب، لأن كنت فاضة في إيران موجودة وشفناها على التلفاز. هسا احنا ما نتدخل مع تحفظنا واحترامنا دولة جارة، ما نتدخل. احنا العراقيين تربينا، وخاصة أنا كرجل قانون، لا تدخل بالشؤون الداخلية للدول الأخرى، ولكن إيران هي من تتدخل بينا وتقصف أربيل وتقصف وتختال وتقصف، واختالت من قبل ذلك المتظاهرين العزل. ستنا العزيزة مثل ما تفضلتي جنابك، هي لو تمتلك يعني دليل واحد، ليش انت ما تدورين؟ تركي الأدلة، بحثي على الأدلة الموجودة عندك. منو قتل الجنرالات مالتكم؟ طيب انتم موجودين تريدون تنتقمون من امريكا ومن اسرائيل؟ ما هي انتم سوريا مالتكم ولبنان مالتكم، قصفوا صواريخ باليستية. هاي الصواريخ الباليستية، انا وجهة نظري اقدم نصيحة الى ايران، انا اقدم نصيحة الى ايران مجانية، حافظوا على ماء وجهكم والصواريخ الباليستية يا جمهورية الإسلامية الإيرانية، اطلقيها على تل أبيب.